اللوائي عصام يوسف. ضيوفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام واصحابنا في مصر والعالم العربي، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره اصحاب يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الرابع من العباقره اصحاب، مين يا ترى اللي هيفوز بكاس البطوله؟ ومين اللي هيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو الصاحب المثالي؟ العباقرة أصحاب بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، الداعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة جمعوا 2330 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة النهاردة هيوصلوا النقط ليه. النهاردة عندنا مباراة في المجموعة الرابعة واللي بتضم فريق أندر دوجز في صدارة المجموعة بثلاث نقاط و125 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثاني فريق ألفا بثلاث نقاط و120 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث فريق جلادييترز مفيش نقاط و105 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع فريق السحاب مفيش نقاط و95 نقطة إجابات صحيحة. أول فريق مشرفنا في الاستوديو معاهم ثلاث نقاط، النهاردة أمامهم تحدي كبير، نلعب كلها فريق أندر دوجز. احنا النهارده جايين من خمس محافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وإن شاء الله بإذن الله لو فزنا النهارده في الماتش وخدنا الثلاث نقاط كده هيبقى ست نقاط وضمننا التأهل للدور ثمانية ونرجع نفرح أهالينا في المحافظة الخمسة دي. كان عندنا نقط ضعف في الماتش اللي فات، حاولنا نشتغل على نفسنا أكتر ونصلح النقط دي، بإذن الله الماتش ده نحاول إن احنا نقدم أداء أقوى ونكسب الثلاث نقاط. من خلال تجربتي المرة اللي فاتت لأن كانت أول مشاركة ليا في برنامج العباقرات، حاولت إن أنا أركز على نقاط الضعف اللي أنا وقعت فيها واكتسبت خبرة كبيرة جدا في الماتش، ومبسوطة جدا من خلال تجربتي مع العباقرة إن أنا بساهم مع البنك الأهلي المصري في تطوير الخدمات المجتمعية. الماتش النهاردة صعب بس هنحاول إن احنا نحسم ثلاث نقط عشان نضمن التأهل لدور الثمانية. أندر دوجز الحصان الأسود، خطفتوا الماتش اللي فات، خطفتوه ولا لا؟ خطفناه. انتوا ما خطفتوهوش، انتوا سرقتوه. ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ ازيك يا أطروش؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. احتفلتوا بعد الماتش اللي فات؟ اكيد. احتفلتوا عملتوا ايه؟ احتفلنا قعدنا نهيص. قعدنا نهيص؟ ايوه هيصنا طبعا. ايه شغل الاطفال ده؟ ايه قعدنا نهيص دي؟ جبنا كنافه بالنوتيلا. بص اسماء بقى دخلت على طول على الكنافه بالنوتيلا مره واحده. إيمان عصام، ازيك يا إيمان؟ ازي حضرتك يا مستر؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ ازي حضرتك؟ أنا كويس الحمد لله. أخبارك إيه يا إيمان؟ الحمد لله. عاملة إيه؟ طمنيني عليك. الحمد لله تمام. الحمد لله. مالك في إيه؟ لا مفيش والله. اتعودتي بقى على الاستوديو خلاص؟ لا الأجواء جميلة جدا يعني الحمد لله. بص كريم مبتسم إزاي؟ ما تعرفيش هو سعيد ليه بس هو مبسوط يعني، هو سعيد تمام. كريم مبسوط تمام. ازيك يا كريم؟ ازي حضرتك يا مصطفى؟ الحمد لله كله كويس. فريق اندر دوجز قصادكم تحدي كبير جدا جدا جدا. لو كسبتوا في رايي بنسبه 99% ممكن تتاهلوا للدور الثمانيه. هيبقى معاكم ست نقاط. بتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلنا فريق اندر دوجز. اما الفريق الثاني واللي مشرفنا في الاستوديو كسبوا اول مباراه. الفوز يضمن لهم التاهل بنسبه كبيره جدا. نروح كلها فريق ألفا. دي أول مشاركة ليا في برنامج العباقرة، عندي إحساسين مختلفين، إحساس أولاني متحمسة جدا إن أنا بشارك في البرنامج، والإحساس الثاني إن أنا متوترة خايفة جدا، بتمنى إن أنا أكون إضافة متميزة للفريق وننافس على اللقب إن شاء الله. الماتش اللي فات أنا حصلت على لقب أفضل لاعب في المباراة، وإن شاء الله أقدر أساعد فريق الماتش ده إن إحنا نكسب تاني ثلاث نقط ونصعد أول مجموعة إن شاء الله. على الرغم من إن دي مش أول مشاركة ليا في البرنامج عموما، إلا إن كل مرة بحس إني متوترة زي الأول وأكتر، ومحتاجة أستعد من أول وجديد، بالذات إن سيزون الأصحاب السنة دي صعب جدا. أسئلة السيزون ده سيزون أصحاب أصعب بكتير من سيزون مدارس. عشان كده استعداداتنا لازم تكون اقوى عشان نقدر ننافس على السيزون. فريق الف حمد لله على السلامه. ساره ثروت اول مشاركه واصغر واحده بتشارك في تاريخ العباقره اصحاب، 16 سنه. دي مفاجاه بالنسبه لنا. احكي لي بقى
شاركتي ازاي يا ساره؟ المشاركه كانت بدعوه ليله عرفه اللي فاتت، لما دعيت ان انا اشارك وفرصه المدارس كانت مستحيله بسبب المدرسه بتاعتنا ما كانتش هتشارك، فقلت يا رب اشارك. عارف يعني اللي هو مفيش مستحيل، مفيش ولا موسم اصلا ينفع اشارك فيه، بس هو كان عندي يقين ربنا اخترع لي موسم اشترك فيه. وبعدين دي قصه حلوه جدا. فسبحان الله يعني جه لما عملت الموسم اللي هو بتاع سوبر ستارز ده، قدمنا مع تيم يعني، وبعدين ما حصلش، ما تقبلتوش. انا كنت فاقده الامل، بس دعيت ربنا اللي هو ابعت لي تيم من السماء يا رب. بعدين اسلام كلمني قال لي ان هم محتاجين بنت في التيم يعني. هو اللي كلمك؟ هو اللي كلمني. فقلت لهم تمام ماشي انا معاك وكده، ونستعد بقى من ساعتها. فاللي هو انا يعني سبحان الله. لا ده انت قاعده كمان جنب اندرو، ثلاث كؤوس مش اي كرسي يعني. طب والله دي حاجه حلوه جدا، واضح ان انت قلبك ابيض انك تدعي دعوه زي دي، ربنا يستجيب في موسم غيرنا فيه كل اللوائح. سبحان الله. اسلام احكي لي بقى، خليت ساره تشارك ازاي؟ مبدئيا انا كلمت فاطمه خلف جامعه اسكندريه. تمام. هي فاطمه خلف دي في كل مكان حرفيا. بس فكلمتها ان انا محتاج بنت معايا. تمام، معايا بنتين يعني، بس محتاج بنت تبديل معايا احتياطي. بس فانا كلمتها على بنت يعني، عشان لو حصل ظروف مع بنت من اللي عندنا تقدر تشارك يعني، عشان ما ايه، عشان الحق نفسي يعني. بس ف ادتني اكتر من حد، اديت رقم اكتر من حد يعني كان مشارك قبل كده في التصفيات وما صعدش. فكلمت ساره احدهم يعني، احدهن ماشي. بس بعد كده دخلت ميتنج مع رنا عشان تشوف يعني مستواها ايه وازاي هي يعني اساسياتها عامله ازاي. بس والحمد لله يعني ربنا وفقنا وبقت معانا. لا ومن الشرقيه محافظه جديده، فريق المحافظات ده. رنا لازم ماتش النهارده ان شاء الله. اندرو جبت كام نقطه الماتش اللي فات؟ 60 60 60 اكنك مش عارف. ده عليه خباسه اندرو ده. لا 60 بقى. يا سلام 60 برضو بامانه. نحيي كلنا اندرو صفوت افضل لاعب الماتش اللي فات ب 60 نقطه. ونحيي كريم عبد المجيد كمان كان جايب 50 نقطة. فريق ألفا أتمنى لكم كل التوفيق. نحيي كلها فريق ألفا. العباقرة أصحاب في الموسم الرابع، ست فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، تحت الضغط، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة هنبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: ما هي الدولة العربية صاحبة أول اقتراح للاحتفال بيوم اليتيم عام 2003؟ بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله مصر. مصر فعلاً إجابة صحيحة. اقتراح من واحد متطوع في إحدى الجمعيات الأهلية بيشتغل في مجال رعاية الأيتام. أول جمعة إمتى؟ شهر إيه؟ شهر إبريل. صح. وبعد كده الموضوع انتشر في دول كتيرة جدا. كريم مين يبتدي الأول؟ فريق ألفا يتفضل يبتدي. ألفا هتبتدي الأول، وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. ألفا إمتى الجوكر؟ إمتى صار الجوكر؟ قولي أدب. في نص في الحلقة نعرف. في الحلقة. في الحلقة. الحمد لله، أنا كنت فاكر إن أنتوا هتاخدوا الجوكر وتمشوا بيه. ما هو في الحلقة والله. طب طمنتيني. جغرافيا، والسؤال هو: كتلة خور من أقدم الكهوف الجبسية في العالم، ففي أي دولة آسيوية يقع؟ بيرجع تاريخها لأكثر من 30 مليون سنة. من أجمل الكهوف الجيرية في العالم، في شمال غرب دولة إيه يا إسلام؟ الهند إن شاء الله. الهند إجابة خاطئة. عمر؟ منغوليا؟ لا، منغوليا طبعاً إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5.
ماليزيا، كمبوديا، إيران، إندونيسيا. إيران. خدت الريسك ببداية المباراة بإيران، وإيران إجابة صحيحة. أول 10 نقاط لفريق ألفا، فريق أندر دوجز. عندكم سؤال في الجغرافيا، إمتى الجوكر يا أسماء؟ لسه دلوقتي. الله ما شاء الله، كنتيش تعرفي ولا إيه؟ دوس على البازر. أنتوا مش متفقين قبل الحلقة؟ لسه مقررين دلوقتي. جغرافيا والسؤال، جوكر لسارلون هي من أكبر البحيرات الجليدية بإحدى الدول الجزرية، فما هي؟ بحيرة جليدية مساحتها 13 كيلومتر مربع. البحيرة دي تشكلت 1935 من أعمق البحيرات في الدولة، عمقها 248 متر. إجابتك؟ جزر فارو. في إجابة تانية؟ لا. في إجابة طبعا. إجابة خاطئة. أيسلندا. أيسلندا إجابة صحيحة. برافو عليك يا إسلام. 30,000 خطفت الجوكر. وعندكم سؤال في التاريخ، تاريخ والسؤال هو، دولة بأمريكا الجنوبية قامت بسلسلة حملات لاحتلال أروكانيا بالقرن 19 الميلادي، فما هي؟ من 1861 ل 1883 سلسلة من الحملات العسكرية من جيش الدولة دي في أراضي المابوتشي، نتج عن الحرب دمج الأراضي وضمها للدولة دي وقتل آلاف من شعب المابوتشي. إجابتك؟ بيرو. المابوتشي بيرو. في إجابة؟ كنا نقول بيرو برضو. كنا برضو؟ بيرو. طب غيروا إجابتكم بقى. إجابة خاطئة. في إجابة؟ كولومبيا. كولومبيا إجابة خاطئة. كانت فرصة 10 نقط دول مهمين جدا يا عم. طيب زائد 10 نقط أو ناقص 5 نقط. فنزويلا، تشيلي، الإكوادور، أوروغواي. إسلام أندرو هيعيط. كويس كويس، أنا بحب الريسك حتى لو غلط مش هيحصل حاجة، هيحصل إيه؟ بسم الله. معك 30 نقطة. أوروغواي. أوروغواي. أنتوا إجابتكم التانية كانت إيه؟ هو أول إجابة، إيه أول إجابة كانت الأوروغواي بس إحنا غيرناها. التانية كانت إيه؟ تشيلي. كانت تشيلي. إسلام أنور، ناقص 5 نقط أو زائد 10 نقط. إجابة خاطئة، هي تشيلي. النتيجة 25,000 أندر دوجز، مفيش نقاط. سؤال في التاريخ لأندر دوجز، تاريخ والسؤال، من هو السلطان صاحب أطول فترة حكم في تاريخ الدولة المملوكية؟ اتولى الحكم هو عنده 10 سنين بعد مقتل أخيه على يد العسكر. حكم من 693 هجرياً ولمدة 32 سنة. كريم إجابتك؟ الناصر محمد بن قلاوون. الناصر محمد ابن قلاوون. صح 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 فعلاً؟ كانت إجابتك. برافو عليك، إجابة صحيحة. جامد يا كيمو. اتعزل مرتين وقدر يرجع تاني للحكم، الناصر محمد ابن قلاوون. في عصره قدر ينتصر على المغول وكان في نهضة كبيرة في الدولة. أول 10 نقاط لأندر دوجز، وألفا 25، وحان معاد الجوكر. أدب والسؤال، من هو الشاعر المصري الراحل مؤلف كتاب قبض الريح؟ 12,929 جمع فيه أهم مقالاته اللي تناولت آراءه في كبار المفكرين في الشرق والغرب. 20 نقطة يا أندرو،
وانا مش مطمن ولا انا بامان. بامان. اجابتك طاهر ابو فاشا. في اجابه تخمينه فرصه بقى 20 نقطه دول. اجابه ايه؟ غلط. برافو عليك. اجابه خاطئه. مين بقى؟ التخمينه يعني صلاح صبور. لا يا راجل لا 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 1929 صلاح عبد الصبور ازاي؟ انا ما اخدتش بالي منه. طبعا اجابه خاطئه. كل 20 نقطه او ناقص 10 نقط. اربع اجابات وصلتنا على الشاشه. احمد زكي ابو شادي، ابراهيم عبد القادر المزني، محمود سامي البارودي، محمد عفيفي مطر. ابو شادي المزني. المزني فعلا. 20 نقطة يا إسلام. السؤال اللي جاي أندر دوجز أدب. والسؤال هو غراميات شارع الأعشى هي رواية الكاتبة سعودية، فمن هي؟ اتنشرت 2013 ووصلت لقائمة طويلة للبوكر العربية. الأحداث بتقع في حارة شعبية في الرياض في السبعينيات، عن ثلاث بنات بيبحثوا عن حريتهم. إيمان عصام إجابتك. رجاء عالم. موافقين؟ مش موافقين. إجابة خاطئة. واضح إن الإجابة موجودة. سارة أول إجابة ليكي. مين بقى؟ أثير عبد الله النشمي. مين اللي ورطك في الإجابة دي؟ ورطت نفسي. ورطت نفسك. طبعا إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5. بدرية البشر، أميمة الخميس، زكية العتيبي، لطيفة الشعلان. أميمة الخميس. خلاص والله. أحمد أبو ضيف ضرب كف على كف. غلط. أحمد أبو ضيف خلاص زهق مش عارف يعمل إيه. يعني خلاص. وبعدين لما يكون قاعد هنا الأسئلة دي ما بتجيش مش عارف ليه. أندرو صفت ناقص 5 نقط أو زائد 10 نقط. إجابة إيه؟ صحيحة إن شاء الله. برافو عليك. إجابة خاطئة. أحمد أبو ضيف مين؟ بدرية البشر. بالظبط كده بدرية البشر. 1020 أندر دوجز 10. والله السكور يضحك بس السكور ده في صالح طبعا فريق أبو ضيف الحقيقة يعني 20-10. السؤال اللي جاي علوم. والسؤال هو العالم ويليام هيرشل هو أول من اكتشف أحد أنواع الأشعة عام 1800، فما هي؟ فكروا ما تستعجلوش. عالم بريطاني كان بيعمل تجربة عشان يقيس فرق بين درجة الحرارة بين الألوان في الطيف المرئي. رنا إجابتك. إن شاء الله أشعة جاما. موافقين؟ في إجابة تانية. في إجابة تانية. إشعة جاما تم اكتشافها بعدها بمئة سنة على يد العالم الفرنسي فيلارد. رنا إجابة خاطئة. في إجابة؟ إن شاء الله الأشعة تحت الحمراء. تحت الحمراء إجابة صحيحة. برافو عليك يا كريم. شاف الأشعة دي أثناء التجربة واكتشفها. 10 نقاط. 20 أندر دوجز 20 ألفا. آخر سؤال في الفقرة أندر دوجز علوم. والسؤال هو ما هو ثاني عصر جيولوجي في حقبة الحياة الوسطى؟ ما هو ثاني عصر جيولوجي في حقبة الحياة الوسطى؟ ابتدى من 252 مليون سنة حتى 66 مليون سنة. في العصر ده بدأ المحيط الأطلسي وخليج المكسيك في الظهور كبحار قارية ضحلة. إيمان عصام سؤال مش سهل. إجابتك الجراسي إن شاء الله. أنا قلت التاني مش الأول. ترياسي الجراسي هو التاني. طب الأول إيه؟ ترياسي. إيمان إجابة صحيحة. المعلومة كاملة تستحق العشر نقاط. تقدمت أندر دوجز 30 ألفا
20. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة جمعوا 50 نقطة في فقرة العلم في خزنة البنك الأهلي المصري الداعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.